100. طيب اوكي، اذا هذا احد الحلول بس مش حل، ما بزبط، ما بزبطش معنا لان نقدرش نرجع سرعه، مش هيك؟ يعني لو اخذت سرعه من هون شو بدنا نضطر نعمل بالسرعه؟ كيف طب احنا عملنا اول شيء بالسرعه؟ ضربناها بسرعه بدنا نضطر ناخذ سرعه من هون، طلع احنا مطلعين سرعه، وين مطلعين سرعه؟ هون مش بهاي. اوكي اوكي طيب خليني افرجيكم هذا المثال على اي حال، نشوفه كمثال على هذا، بس زي ما حكون الشباب ما بزبطش معنا بدي افرجيكم موديل ثاني. شوفوا انا شو عملت هون، اخذت هاي ايديال تورك سنسر، الاوتبوت تبعه دخلته هون على جير بوكس، سمبل، فيري فيري سمبل جير بوكس، كل اللي بعمل بعمل سبيد ريدكشن وبرفع التورك، واخذته حطيته على هاي النقطه اللي موجوده هون، اللي هي هاي النقطه اللي احنا بنحسب عندها واللي عليها الانيرشا والروتيشنال دامبر والروتيشنال سبرينج، وبعدين هون حولت نعم التورك سنسر. شو بيكون موجود في تورك سنسر؟ في تورك سنسر هيك قصدك؟ شو التورك سنسر هلا بحكي عنه، هلا بحكي كيف بنقيس التورك، مش هيك سؤالك؟ هلا حتى نتاكد انه، خلينا اول شيء افرجيكم هذا السيستم بدون جير بوكس، فراح انزل هذه لواحد، راح احط الجير بوكس ريدكشن ريشو هون لواحد. هلا احنا مدخلين اظن هون مدخلين ستيب مقدارها واحد اللي هي 1 نيوتن متر، فاحنا مدخلين هون 1 نيوتن متر. هذا السيستم لو بدنا نرسمه بكون شكله زي هيك، عندنا هون شافت، عندي هون تورك سورس يعني مثلا المحرك، وهذا الشافت في عليه فلاي ويل مار اي، في عليه دامبر روتيشنال دامبر، واخر شيء هون مركب عليه زمبرك ثبت هون. هذه طبعا كمان من هون جاي، فهذا هون روتيشنال شافت من طرف مركب عليه زنبرك روتيشنال، ومن الجهه الثانيه في هون زي بيرنج، يعني هاي بس بيرنج. هون في تورك سورس اللي هو محرك بدون جيرنج، هذه هون دامبر بي روتيشنال دامبر فلاي ويل، وهون تمرك، وانا ماخذ براقب منه الانجل، الزاويه اللي بلفها هذا السيستم. فلاحظوا اللي بيصير بهذا السيستم، لما بحط تورك راح يبدا هذا السيستم يتحرك، لما يتحرك طبعا راح يحس في مقاومه من الدامبر تتناسب مع السرعه، بس كمان راح يتحول، راح يتكون هون فورس معاكسه، مضبوط؟ والفورس هاي تتناسب مع كي وستيفنس، الستيفنس تبعت الزمبرك، بس الزمبرك دوراني راح يمشي مسافة معينة زاوية، راح يضل يمشي لحد ما التورك اللي جاي من السورس يتساوى مع التورك اللي طالع من السبرينج على هذه الديسبيسمنت، راح يوقف، فاحنا نتفرج عليه هو انجل، فاحنا عمالنا بنراقب الان ثيتا از ا فانكشن اوف تايم اجينست تايم. هذا هو السيستم الاصلي، بس نذكر حالنا بالسيستم الاصلي اللي موجود هون. هلا انا الجير بوكس حطيته 1 تو 1، ما فيش عندي هون جيرنج. واذا عملنا رن من هون راح يعطيني ديسبيسمنت، اظن بعرفش هاي اوفر دام، اظنها كانت اوفر دام تركناها اخر مره، هاي اندر دامت، فهذا السيستم هون اندر دامت، ولاحظوا الديسبيسمنت عندي 1 راديان. اوكي 1 راديان، لانه انا عمالي بقول كانه انه اذا حطيت 1 نيوتن متر وستيفنس مقدارها 1 نيوتن متر بير راديان، راح يكون الديسبيسمنت 1 راديان، فهذا السيستم كانه لف 1 راديان وثبت عندها، بس طبعا لما لف ايش عمل؟ هيك مش هيك؟ بكون بيعمل الهاي، بس ضل على هاي النقطة. هلا إذا شلت التورك بعدين راح يرد ينزل مرة ثانية، وراح ينزل بنفس الطريقة. هلا إذا حطيت رفعت التورك من هذا راح أرفع مقدار مثلا 1 لـ 5، هلا المفروض التورك يرتفع والسرعة، السرعة المفروض تنزل، احنا مش عم نراقب السرعة، هم بنراقب الديسبيسمنت. فإذا بنعمل رن الآن مش هيك وصل للفيرستي الانجلر بتزيد، لأنه على حسب الريشو رفعت التورك رح تنزل هلا الانجلر فيلوستي. لا احنا مثلا حطينا الجير ريشو 5 ماشي، هي 5 to 1 مش 1 to 5 يعني، هذا تمام ايوه، هذه هاي سبيد شافت وهذا اللو سبيد شافت. هلا اذا حطيتها 0.2 بتصير العكس او 1 على 5. خلينا نتاكد نشوف هلا هون، فالمفروض عملنا رن. هلا شو بنلاحظ صار؟
لاني انا رفعت التورك لخمسه اللي كان واحد صار خمسه، فهذا صار بده يضطر يمشي خمسه راديان حتى الزومبرك يقاوم. خلينا حتى نتاكد من شغلنا مضبوط، نتاكد من السرعه. ايش رايكم نشوف السرعه؟ موجوده عندنا السرعه مش هيك؟ هي هون السرعه في، فراح انسخ كمان، وهلا راح نحط تورك سنسر كمان. اللي سالني عن التورك سنسر راح احط كمان تورك سنسر، فخلينا احط هذه هلا هون. مش العلاقه بالسبرينج مش لينير يعني؟ لا هذا احنا حاطينه هون لينير سبرينج، اللي حاطينه هون اللي احنا حاطينه هون لينير سبرينج. طبعا مزبوط كلامك، السبرينج الحقيقه مش ما فيش فيه يعني في نون لينيرتي، بس يعني احنا مفترضين هذا الزومبرك لو قد ما ضل احط عليه راح يعطيني ديسبيسمنت، بحطه هو فعليا الزومبرك راح يوصل مرحله يصير في بيرمننت ديفورميشن، راح يطلع من البلاستيك ريجن. ها لا انا بحكي عشان احنا لما ضعفنا التورك ضعفت الهاي. ما هذا السيستم احنا مفترضينه فولي لينير، هذا الزومبرك حط قد ما بدك عليه، لو ضليتك تزيد التورك راح تزيد الديسبيسمنت، يعني ممكن يلف 10 لفات هذا هون، لانه يلف 10 لفات ويضل ويرجع محله، يرجع محله مره ثانيه لانه حاطينه لينير. خلينا نحط هون، نحط شانل ثاني. راح احطهم 2 شانلز. راح ناخذ من هون ال هاي اللي هي الانجولار فيلوسيتي، المفروض موجود عندي الانجولار فيلوسيتي اللي هون. خلينا نطلع نشوف شو الانجولار فيلوسيتي. هلا ايش راح تكون الفيلوسيتي في البدايه؟ وايش راح تكون في النهايه؟ هذا ايش بيصير في السيستم؟ لاحظوا هاي ايش راح يصير فيه؟ راح يتحرك وراح يوقف، فالاكشن الفاينل فيلوسيتي ايش راح تكون؟ زيرو. والانيشال فيلوسيتي راح تكون زيرو. بس هيك صفى مش انه كونتينوس روتيشن فيه صح؟ لا بالضبط، هو هذا الزومبرك منعه. هلا لو شلت الزومبرك ايش راح يصير؟ راح يوصل سرعه معينه. طب شو السرعه اللي راح يستقر عندها؟ مين بيحددها؟ دامبر. لو شلنا هذا الزومبرك، لاحظين فاهمين شو الفكره؟ هلا لو انا شلت، هلا انا حاطط الزومبرك، لو خليت الزومبرك هون ليش السيستم مشي مسافه معينه ووقف؟ لأن الزومبرك كل ما ضغط، كل ما لويته أكثر عم بعطيني تورك معاكس، مزبوط؟ في لحظة معينة تساوى التورك من هون مع التورك من هون، بطل يقدر يكمل أكثر من هيك، فهيدي عند نقطة معينة، مزبوط؟ هي هلا لو شلت الزومبرك وبدال الزومبرك راح أحط هون بيريا زي هاي، زي البيرنج اللي موجودة هون، صار عندي بيرنج هون وبيرنج هون، وهذا الشاط لو مسكته بإيدي ولفيته راح يلف ويوقف، مزبوط؟ بطل في زومبرك من هون، راح يوقف لحد ما الفريكشن يضيعه. طيب بالحاله هاي لو شلت الزومبرك رح تبدا سرعته تزيد، مزبوط؟ كل ما زادت سرعته شو رح يصير بالتورك المعاكس من الدامبر؟ رح يزيد. ليش؟ الدامبر شو بتعطيني؟ بتعطي تورك بيعتمد على الفيلوستي، فكل ما زادت الفيلوستي رح الاقي هذا الدامبر عم بقاومني اكثر، ففي سرعه معينه ايش رح يصير عندها؟ رح تساوى التورك المعاكس مع التورك اللي جاي من المحرك، قديش رح تصير الفاينل سبيد؟ لا والانجل شو راح يصير فيها؟ انفينيتي راح تضلها تزيد، مش هيك؟ الزاويه بتضلها تزيد، مزبوط؟ بتذكروا مره سالتوني كيف بتضلها تزيد الزاويه؟ ما هو بعد 360 درجه ايش راح يجي؟ 720، وبعد ال 720 ايش راح يجي؟ 1080، هيك بنعتبر. فالهون الفيلوستي ايش الثيتا شو راح يصير فيها؟ راح تضلها تزيد باستمرار، لكن الفيلوستي ايش راح تستقر على زاويه معينه، على سرعه معينه، مزبوط؟ خلينا هلا نشوف هون، نطلع الفيلوستي ايش عم بيصير بالفيلوستي اذا طلعنا على التنين مع بعض. هي صار عندي هون، اول شيء السيستم كان ثابت مكانه. بعدين لما حطيت عليه التورك بدا يزيد، مزبوط؟ زادت السرعه، وصلت اقصى سرعه عندها هون، وبعدين عكست السرعه تبعتها واستقرت من هون، فالسرعه رجعت بالنهايه ايش؟ زيرو، بس في ديسبيسمنت. زاحم هاي، يعني إذا بدك تطلع عليها لو طلعنا على هذا الشاف من النهاية من هون، لو جينا طلعنا على نهاية الشاف، حطينا احنا علامة هون. في البداية حطينا التورك، شو راح يصير بالشافت هذا؟ راح يلف مثلا قديش هون فرضا؟ على فكرة هون 5 راديان، مش هيك؟ قديش الراديان ال 5 راديان؟ احنا الدائرة الكاملة كم راديان؟ 2 باي، مش هيك؟ 2 باي بحوالي 6 راديان. فتقريبا هذا راح يلف من هون، لو فرضنا هاي هون الست راديان، هاي الديسبيسمنت، بس ما راح يوقف عند النقطة هاي، ايش راح يعمل؟ راح يتجاوزها شوي
رح يرد يرجع يتجاوزها شوي بعدين لحد ما يستقر. اذا الشافت رح اشوفه لف مقدار قديش؟ خمسة ريتن مظبوط. وهذا الزنبرك ايش صار فيه؟ لويته، لويت انا الزنبرك اللي عم بيعاني هون مين؟ الزنبرك هذا، وعماله بقاوم المحرك. لو فلتت بعدين طفيت المحرك شو رح يصير بالسيستم؟ رح يرد يرجع مره ثانيه، وايش رح يعمل؟ يستقر. اوكي ماشي واضح. هذا طبعا كريتيكال اندر دام سيستم، اندر دام سيستم، هون تيبيكال اندر دام سيستم. بس اللي اختلف